في اطار العلاقات المتميزه والمكينه بين دوله ليبيا والمملكه المغربيه الشقيقه، قام الاستاذ سامي اليوفي بعوده شخصيه لفخامه الرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد اليوفي زياره رسمية إلى المملكة العربية الشقيقة وتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وتأتي هذه الزيارة كما ذكرت في سياق وإطار العلاقات المتميزة ودائما الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم المسألة الليبية ابتداء من الصخيرات ومرورا ببوزنيقة وصولا إلى طنجة ثم بوزنيقة مرة أخرى، وما قدمه وما قدمته المملكة المغربية الشقيقة والدبلوماسية المغربية برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ ناصر الرفيق من دعم لوجستي وأيضا يعني دعم معنوي للوصول لكل التفاهمات والاتفاقات اللي تمت ما بين البلدين، ويعتبر الحقيقة الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات هو أحد الروافد المهمة في العملية السياسية الليبية. وأيضا الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز الاتحاد المغرب العربي كإطار لدول المغربية الانطلاق اللي كانت إطار للدول المغربية في ولتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في التنمية والاستقرار والرفاهية، وتأكيد فخامة الرئيس محمد النفي على 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 دور المغرب كدولة فاعلة ومؤثرة في الاتحاد المغرب العربي وأيضا ليبيا للوصول بهذا الكيان السياسي إلى طموحات وأمال الشعوب المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.